السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم انا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على حفيظ الدراجي. نعاودوا نولوا لواحد المنشور دارو حفيظ الدراجي يناشد رئيس تبون لانقاذ كره القدم الجزائريه يعني من الاختطاف. خاطش علاه احنا الناس تهدر يقول لك الاتحاد الافريقي مختطف يا خويا. انا هضروا لي الاختطاف الحقيقي اللي راه هنايا، اختطاف يعني بكل مقاييس هنا في الجزائر في كرة القدم. روحوا نتوما ذاك رومان هذاك المدرب، قولوا له شكون اللي حط لك التشكيله لهنا القائمه، يقول لكم روحوا عند ولد علي. روحوا حتى وين شاننا تاع المدربين تاع الشباب يعني كيما كشفوها، قال لك الاسماوات راهم واجدين اللي راهم غادي يربحوا. ما كان لا اختبارات لا من لا مليار لا كونكور لا والو. لا لازم وين الناس دو رئيس الدوله الجزائريه تبون يعني من انقاذ كره القدم الجزائريه من الاختطاف يعني، وخاصه في وزاره الشباب لازم اصلاح. انا الاول بالاوائل قلت لكم، قلت له لازم اصلاح رياضي. الا ما كاش اصلاح رياضي ما غادي ندير والو، ما غادي ندير والو. تقلع واحد وتخلي ألف يعني تقلع وتبدل واحد برك، تقلع واحد وتجيب واحد وتخلي ألف من ذوك الناس يخلي. انا نهار اللي بغيتو تقلعو زاتي، نهار اللي بغيتو تقلعو زاتي باكاكم عاقلين. قلت لكم يخلو زاتي يعني عقل الناس. قالوا لي كيفاه يخلو زاتي؟ انت كنت ضد زاتي يا ودي. شت التركيبه غير هي، خلي زاتشي وانت على بين التركيبه غير هي، خلي زاتشي. هما لكم انتم ضرب تقلعوا في زاتشي باش تحصلوا في ناس واحد اخرين يعني تسلكوا في زاتشي. وناشد المعلق قنوات بي اسبور القطريه حفيظ الدراجي رئيس عبد المجيد تبون والسلطه العليا في الجزائر لاحداث ثوره في الرياضه الجزائريه لا سيما في كره القدم وإنقاذ كرة القدم الجزائرية من الاختطاف. الاتحادية مختطفة، أنا نقول لكم الاتحادية الجزائرية مختطفة من طرف العصابة، عصابة خطيرة في الرياضة راهي. وأنا مشي اليوم راني نقول لكم، راني من لازمان ونقول لكم العصابة اللي راهي برا أخطر من العصابة اللي راهي في الحبس. نبدا نقولها لكم. وتحدثت الراجي فيما قال بموقع الجزائر الآن عن ما وصفه بنقائص واختلالات في قطاع الشباب والرياضة، وأنه يحتاج إلى نهضة خاصة في كرة القدم نظرا لشعبيتها الكبيرة. وقال الإعلامي الجزائري أن انعدام الاستقرار الإداري على مستوى وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية والأندية لفترات طويلة أبرز مظاهر الفشل لكرة القدم الجزائرية. وأضاف المتحدث أن السبب إخفاقات المتكررة لرؤساء الاتحاد المتعاقبين هو غياب التصور اللائق والمشروع الملائم والتقييم اللازم لمختلف التجارب وتوفير الأدوات والإمكانيات. وانتقل حفيظ الدراجي للحديث عن عدم انسجام بين وزارة الرياضة والفاو وعدم احترام القوانين والصلاحيات مما يتسبب في ازدواجية المناصب الأعضاء المكتب الفيدرالي. هذه اختطاف، هذه جماعت فيكم باللي راهم خاطفين الاتحادية. اللي راه خاطف المنتخب الوطني راه خاطفو دايرو تاعه، واللي راه خاطف الاتحادية خاطفينها دايرين تاعهم يخدموا بها مصالح تاعهم. خدموا خاطفين لجنة التحكيم، هذيك لجنة التحكيم أنا مسميها يعني كوفر، هذاك هو الكوفر، هذاك هو اللي غيعطي الرزق اللي يجي فماك، راه هو الرسمي. وتبع المرسوم التنفيذي ينص على ضرورة استقالة العضو المنتخب من رئاسة أو عضوية الرابطة أو الجمعية التي ينتمي إليها في غضون شهر. وأكمل الدراجي لا يمنح لهم الاختيار بين المنصبين كما يعتقد البعض، مثل ما يحدث حاليا مع بعض أعضاء المكتب الفيدرالي والذين فضلوا العودة إلى رابطتهم وجمعيتهم دون أن تتدخل وزارة لفرض تطبيق القانون.
ما عرفتو كيفاش الناس حتى كي تهضر لهم من نهار الاول تهضروا لهم ما يبغوش يسمعوا. زيد فانيك وين حافظ الراجي وين هذا الرساله اللي دارها رساله مليحه، درت هذه الرساله مليحه هذه الرساله، لان ما نبقاوش نهضروا على الاتحاد الافريقي. يعني غادي هي صح مثال نظموا الاتحاد الافريقي، عاودوا داروا كاع غسلوا ديارهم غسلوا كاع المقر غسلوه سقموه طاطا بنتلوه تاب 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 بدلوا الغاشي. وانت لهنا كي غادي دير؟ هيا بدلوا كل صاي كي هيا صاي بسم الله هيا هيا نبدا هيا نبدا بسم الله بدلوا كل حتى هنا كي دير هيك غادي ما تخدمش هنا ما يخدموش. كيما نهار اللي جبنا الكوب دافريك اللي غادي نتقمو قلت لكم غادي ما تقموش خاطر علاه الكوب دافريك اللي جبناها كونت لنا اخطر عصابه في تاريخ كره القدم الجزائريه. والمهازل اللي راهم صارين عمرهم لا كانوا في الاتحاد كرة القدم الجزائرية ولا في وزارة الشباب والرياضة، يعني وين الوزارة وين اخترقت من نهار اللي دخل حداد في لافير هذه حداد وداروا ذاك ود علي هذاك الهادي ود علي وكماصات ما الفم كماصات ادي وجيب ادي وجيب شو كيفاش وين وصلت. يعني فساد في فساد وين كانوا يحوسوا على الجزائر تتعاقب تعقلوا عليها. مي كان الوزير مباشرة يهدر على كرة القدم وكان عنده تدخل يعني في الجمعية العامة، يعني لولا يعني الناس عقلاء اللي ما بغاوش يشكوا بكرة القدم الجزائرية بالاتحادية كانت سوف تكون عواقب وخيمة. بصح الناس ما بغاوش يدخلوا، الناس جبدوا وقال لك شوفوا كي غادي يصرى كي غادي تصرى لها. هذه هي كيما التالي الحاج محمد راهو راهو كاين اللي يقول لك بلي الحاج هو فلان واخر. الحاج كي شاف راخر مشي باغي قال لهم انا الواخر وما هما فرضوه قالوا له تجي ارواح ما بغاش كي صاب هذاك الوندوروا اللي قال بديك كاس افريقيا يقولوا له كيما صارين لها ما صارين لها كيما هكا صارين كيما كاس افريقيا اللي جبتها 2019 صارين لها كيما هكا شتي كان صارين لها صارين كيما هكا صارين راحت كاس افريقيا اللي جبتها لك لكم ما زدتو تهضروا عليها اصاينا كيما هكا اصاي ها هاي راهي مهلهلة كاس افريقيا راهي مهلهلة لك تهضر عليها كاس افريقيا تاعك تاعي قالوا ناس تاع رياضة تاع بصحو يعني كرمالي الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه جاب كوب دافريك بالطاف ناس يعني خرج بمهزلة تاع الكوت ديفوار اللي نظموها في الكوت ديفوار 92 اي كاس تصفق ما كانش يصفقوا على واحد خاسر يمشي كوب دي موند ولا كانت كاينه 92 كان كاينه موراها كاليفيكاسيون تاع كوب دي موند اي قالوا له يا خويا كان لموي كان قاضب ليكيب ناسيونال لعب كونت مصر لهنا دار 0-0 ومن بعد شهر نعاودو نولو لهم. اما لا شهر كلش تبدل طاقم فني كومبلي تبدل دار 0-0 كاس زعقم كاس مكاش كاين زعقم زعقم مكاش التقديس مكاش مكاش كاين تقديسه التقديس باك من نهار بدا من نهار من 2019 بدينا نسبو هذه تاع خلوه يخدم وأعداء ومنا ما هذي من 2019 خرجوا علينا أبناء خالتهم مريم واه اسمها مريم هذيك اللي تبكي خرجوا علينا واحد قال باسينا واحد قال بعمود واحد قال منا وما صار هذا مكان مكان لا دي لا جيب ناس لي غلطة مساكين ناس كانت غلطة بلا بلي راهي في الصواب لا صواب لا والو الله يكرمها. لا صواب لا والو خويا حاسبينها سهلة حاسبينها هاي مديورة للهامج هذاك والله لا بزاف والله
ما فهمناكمش والله ما فهمناكم كاع. انا نقول لكم ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.